السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موقع فريبيك. فريبيك أنا عارفه من زمان جدا، من سنين، وكان بيهتم إن أنت تبحث عن صور خدمات بسيطة خالص، لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي بدأ يطور نفسه بشكل رهيب جدا. بقى كل الصور تقدر إن أنت تعملها من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعمل حاجات كتيرة جدا من خلال الذكاء الاصطناعي. تمام، هو عنده نسختين، نسخة مجاني ونسخة بفلوس، وده أغلب الموقع كده. فالنسخة اللي باش بديك بعض الامكانيات، لكن لو انت عايز امكانيات اكتر فممكن تبقى جو بريميوم. البرايسنج هو تقدر ان انت تعرف الاسعار لو انت حابب ان انت تخش في النسخة البريميوم. طيب خلينا دي تمبليت، يعني بدل ما ابدأ من الصفر عندي ادوات ان انا اقول له انا عايز مثلا الصورة دي ادخل اعدل فيها. يعني تخيل مثلا الديزاين ده، هتعدل بس بعض الكلام ويبقى معاك حاجة خاصة بيك تقدر ان انت تنشرها. طيب تعال نشوف الادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده. عنده اي اي ايمج، طبعا دول بس ايه يعني فاتحه شهيه. تمام، ده الغلاف بتاع الكتاب. اي اي جنريتور، هتبدا تكتب تكس او برومت يبدا يحوله لك لصور. في حاجات خاصه بالديزاينر، في حاجات خاصه بالمكب، في حاجات خاصه بالري ايمج. ممكن تديله صوره وتقول له عايز اعدل فيها، ممكن تعدل رتوش، يعني ممكن تشيل دي وتحط مكانها تفاحه مثلا، ممكن تشيل الخلفية، ممكن تكبر الصورة. في ادوات للتعديل، تمام، في ممكن تديله سكتش انت رسم خط ايدك وهو يبدأ ان هو يحوله لصور. عندنا مثلا ديت اي اي ايمج، زي ما انت شايف بقى عنده تولز كتيرة موجودة، وتقدر ان انت تختار اي صورة. دي مثلا راجل قال له اعمل لي موزة وجنبها شخص، فعمل له صورة بالشكل ده. بيقول لك اكتب بقى اي وصف انت عايزه ويبدا ان هو يعمله لك. طيب لو في وصف موجود اصلا هنا ممكن اقول له يوز ذس برومت. تمام، ممكن تعدل فيه على فكره، هو عمل لك صور غير اللي كانت موجوده. تمام، طيب بعد ما كتبنا مثلا عايزها تكون حاجه لقدماء المصريين، الستايل اللي انت عايزه، في ستايلات كتير جدا، مجرد ان انت غيرت الستايل فالشغل كله هيتغير. تمام، يعني ممكن تخليها كرتون، ممكن تخليها 3D، ممكن تخليها كوميك مع نفس التكست، لكن بيديك شغل كتير جدا مختلف. طبعا العلامة اللي عليها تاج ديت، دي اللي هي حاجات بفلوس. بص شكل المبنى اتغير ازاي. تمام، ده هنا الالوان اللي انت بتحبها، الكاميرا نوعها ايه، اللايتنج. ممكن تقول له برومت انهانسر، يعني ايه؟ يعني لو انا البرومت ده حاسس ان هو مش مظبوط، في حاجه عايز تعديل عدلها. تمام، طب انت تركيزك على الفاست ولا تركيزك على الهاي كواليتي، السايز بتاعك. تمام، طيب تخيل بقى لو احنا قلنا له خليها لنا مثلا 3D تطلع ازاي. طيب لو في واحده عجبتني ممكن اقول له فيكس ديتيل، زود لي تفاصيل، شوف لي الاخطاء اللي موجوده وصلحها. يبقى عنده خوارزميتين، خوارزميه بتعمل للصوره وخوارزميه بتشوف ايه الاخطاء، تكتشف الاخطاء وتبعت لها تقول لها صلح الاخطاء دي وتصلح لك الاخطاء بحيث يجيب لك صوره قويه. طيب لو انت عايز صور اكتر ممكن تقول له لود مور، فيبدا يحمل لك 4 كمان و4 كمان، ويبقى عندك عدد لا نهائي. تخيل حد بيصمم لك وانت تقول له انا عايز 100 صوره، اكيد هيزهق، يعني بيعمل لي 4 صور في ثواني. تمام، بيقول لي اختار الصوره اللي انت عايز تحسنها، فجاب لي الصوره ديت. ممكن بقى لو في مثلا حاجه بسيطه عايز انت تشيلها تقدر انت تشيلها. طيب انا مثلا عايز احط ايه هنا، احط هنا ايه كيت، واقول له ايه ريتوش، فبيعمل لي اكتر من افتراض، وانا اشوف انهي واحده فيهم اللي انا حاسس ان القطه فيها التفاصيل بتاعتها افضل. تمام، تبدا انت تشوف الصورة دي مثلا كيت. ممكن تقول له انا عايز ري ايماجين، يعني ابدا اعمل لي صور تانية. تمام، حسن شوية في البرومت، عمل له كاستم شوية. تمام، تقدر تغير الستايل، ماشي، عامل شكل
طيب تقدر انت تغير، ممكن تعمل اكسباند للصوره، دي الصوره الاصليه لسه موجوده. لو انت عايز تعمل اكسباند، اكسباند يعني تخيل ان في كبرنا الكاميرا وخلنا تشوف حاجه اكتر، هتبقى عامله ازاي؟ اقول له مثلا انا عايز اكبرها بالشكل دوت اهو، نحطها في النص كده، نقول له اكسباند، يحاول ان هو يكتشف الحدود بتاعت الصوره دي، لو في صورة تانية أو تكملة ليها هتبقى عاملة ازاي، عملها بشكل كويس. أب سكيل لو أنت عايز تكبر الصورة بتخليها بمقاسات أكبر عشان تتبع وتبقى الريزولوشن بتاعها أعلى، تمام. ال 2K مجاني، ال 4K لازم يكون اشتراك. فالموقع ما شاء الله يعني فكرة إن هو اعتمد على الذكاء الصناعي ده خلاه يطور بشكل رهيب، وخلانا ممكن نعتمد عليه، وإلا كان هينقرض، تمام.